بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات النظام الجديد للفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ ودليل المعلم من خلال المحور الأول الحس العددي والعمليات، والوحدة الثالثة منه ضرب الأعداد الصحيحة، والمفهوم الأول في الوحدة الثالثة نماذج لعملية الضرب. والنهاردة لقائنا مع الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان استخدام نموذج مساحة المستطيل في عملية الضرب. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. سبق لنا ان احنا برضو استخدمنا نموذج مساحة المستطيل في عملية الضرب، يعني هو مش جديد علينا، ولذلك هو بيذكرني بيه وبيقول لي ان انت في نهاية الدرس هتقدر تعمل عمليات الضرب بتاعتك، تجريها يعني بانك تستخدم نموذج مساحة المستطيل. بيقول لي يعني انت بقى وقف الفيديو كده لمدة 8 دقايق بالظبط، وحاول تحل العشر مسائل دول بسرعة في الوقت ده. شوف كده وقتك هتلحق ولا لا، وبعدين تعالى نشوف الأجوبة. هنا طبعا هو بيذكرني بان انا اكمل اكبر عدد ممكن من العمليات في الوقت المحدد ليا، يعني نشوف هتقدر تخلصهم ولا لا. عندي اول واحدة 5 مضروبة في ايه؟ في 1000، يعني الالف متكرر 5 مرات، وده طبعا باستخدام قوى العشرة اللي تعاملنا معاها في الدرس اللي فات. برضو 4 × 10 هتديني 40، يعني نسرع شوية عشان الموضوع سهل وبسيط. 1000 × 7 = 7000، وبعدين 10000 تتكرر كم مرة عشان تديني 80000، تتكرر 8 مرات. وبعدين الاثنين مضروبة في ايه؟ ايه هو اللي تكرر مرتين عشان يديني 2000؟ طبعا هو 1000. طب هنا بقى بيقول لي يلا كده نكتب التعبيرات الرياضية، وشرحنا عن المرة اللي فاتت وذكرناكم بيها تعبير عددي عشان نكمل كل معادلة باستخدام عملية الضرب في ضرب في قوة العدد 10. يعني ما تقوليش 1500 × 2 يدوني 3000، لا ده انا عايز اتعامل مع القوة العشرة بتاعتي، وبالتالي هنا هتبقى 1000 × 3 او 3 × 1000 اللي يعجبك من وضعهم. برضو هنا 800 هتبقى 8 × 100 او 100 × 8، الابدال طبعا ما فيهوش مشكلة، مش هيغير من النتيجة. طيب عندي هنا 400000 يبقى 400000 او 100000 × 4. طب عندي 70000 هتبقى ممكن تقول لي 70 × 1000 تنفع، بس الافضل طبعا انك تقول 7 × 10000، تمام، او 10000 × 7. طب 50 هتقول لي ال50 دي عبارة عن 10 × 5، تمام كده. طب بيذكرك تاني برضو بقوة العشرة وبيقول لك طب تعال نشوف كده كم مرة مفروض نضرب العدد 10 في نفسه عشان يطلع مساوي الاعداد دي. المية دي عبارة عن العشرة مضروبة في نفسها كم مرة؟ مرتين، صح، عشان كده جابت 100 اللي هي بصفرين. طب وهنا مضروبة 3 مرات، 10 × 10 × 10، وهنا مضروبة 4 مرات عشان تجيب لي 10000، وهنا مضروبة 5 مرات، يعني مرتين، 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات. هو ما بيقولكش اعملهم، لكن بيقولك بس كام مرة يجب ان انت تضرب العشرة في نفسها عشان توصل للناتج بتاعنا. طب تعالى بقى ندخل في جزئية استخدام النماذج في المعادلات. لاحظ المثال، هو جايب لك مثال هنا بيوضح لك مساحة المستطيل، يعني انا عايز اجيب مثلا 234 × 27، فانا بشوف ده كام رقم، ده 3 ارقام، فبعمل العدد ده 3 اعمدة، وبعمل العدد ده صفين، يعني دي بعتبرها طول اللي هو 234، ودي بعتبرها عرض اللي هي 27. يعني الحقيقة انا شايف ان احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده في سنة رابعة وفاكرين وفهمناه، فيعني مش محتاج تضييع وقت كبير. يعني ال 234 دي بقسمها الى قيم مكانية، بمعنى ان انا اتعامل معاها على انها 200 وبعدين 30 وبعدين 4، زي ما احنا شايفين قدامنا قسمنا الطول الى 230 4، طبعا مجموعهم هيجيب لي 234، وبرضو العرض 27، هاخد 20 وبعدين 7، وابتدي مع
الصف بالنظام افضل طبعا، انت ممكن تضرب اي حاجة بس يعني النظام افضل يعني، يعني خد صف ال20 اضربه مرة في 200 هتضرب يعني تعامل مع الضرب على انك بتتعامل مع دي على انها 2 في 100 ودي 2 في 10، فبتضرب ال2 في 2 بتديك 4 وال100 في 10 بتديك 1000 وبالتالي هتبقى 4000. يعني اللي يعجبك من اساليب الضرب والاستخدام الذهني للضرب بتاعك. برضو 30 في 20 هتديك 600، 4 في 20 هتديك 800، وهنا هتعامل بقى مع صف السبعه واضرب ال200 في السبعه هتديني 1400، ال30 في السبعه تديني 210، ال4 في السبعه تديني 28، وابتدي اخد الاعداد دي واجمعها. مش مهم الترتيب في الجمع طبعا، يعني ممكن تمشي 4000 زائد 600 زائد 40 زائد 1400 زائد 210 زائد 28، وممكن تمشي كده 4000 زائد 1400 زائد 600 زائد 210 زائد 80 زائد 28، باي طريقه جمع تعملها لان الجمع الابدال فيه ما بيغيرش من القيمة، هتطلع النتيجة بتاعتي اللي هي 6310. طب بيقول لي بقى تعالى كده انت بقى نستخدم السبورة الرقمية ونستخدم النماذج مع المعادلات. هنا في اول معادلة عايز يضرب 374 في 62 هو بيوريك ان انا في الطول حطيت لك السبعين بس، فاضل لك ايه؟ طبعا فاضل لي 300 اللي هي في الاول والاربعه اللي هي في الاخر، وبالتالي بتقول هنا عمود ال 300، هنا عمود ال 70، هنا عمود الاربعه. طب العرض بتاعي 62، هو حط لك الاثنين يبقى انت هتحط ايه هنا؟ ال 60 لازم تكتبها بالشكل ده. تبتدي تضرب بقى 60 في 300، 6 في 3 ب 18 ودول 3 اصفار تنزلهم هتطلع لك بالشكل ده. برضه هنا 70 في 60 عندك صفرين تنزلهم، و7 في 6 ب 42 هتطلع لك 4200. طب 4 في 60 طبعا 4 في 6 ب 24 وتنزل الصفر بتاعها يبقى 240. هنا الاثنين 2 مضروبه في كام؟ في 300 هتديني 600. طب الاثنين مضروبه في 70 كتبها لك هو 140، الاثنين مضروبه في 8 في 4 هتدي لك 8 زي ما انت شايف بالشكل ده، وبعدين تبتدي تجمع دول هيدوا لك 23188 تكتبها له في الاجابه بالشكل ده. دي كانت المساله الاولى. طب مساله ثانيه 506 عايزين نضربها في 42. طب انا عندي هنا خدوا بالكم المفروض ان هو يتعمل 3 اعمده لان دول 3 ارقام، ويتعمل صفين عشان دول رقمين، وبالتالي لازم اقسم ده بالشكل ده كده 3 ارقام. هاخد هنا ايه بقى؟ هاخد هنا 500، خد بالك من دي كويس جدا، هنا 500 وهنا صفر وهنا 6، خدتوا بالكم؟ ممكن تعملها خانتين بس يعني ما يعني عشان ال 42 هتضرب في 3 ارقام، يعني خليك كده افضل يعني. هتبقى ايه؟ 605 هنوزعها بالشكل ده هنا كده، هنحط ال 500 اسف 500 وهنا الصفر وهنا الستة، تمام؟ دي 500 وستة، طب فيها كام 10؟ بالنسبة للعشرات ده ايه؟ الخانة انا بحددها مش الكل، هو الكل فيه 50 10، لكن انا بتعامل مع الخانة بس اللي هو صفر في العشرات، وبعدين الستة دي، تمام كده؟ طب اجي برضو للرأس اعمل 40 فوق اللي هو العرض واعمل 2 تحت بالشكل ده، وابتدي اضرب 40 في 500 3 اصفار ينزلوا، و5 في 4 بتديني 20 بكتبها 20000، وبعدين الصفر طبعا في ال 40 بيديني صفر، اوعى تغلط وتكتب 40، وبعدين بعد كده عندي ال 6 في 40 ب 240 هتيجي للاثنين مع مين؟ مع ال 500، 2 مع 500 هتديني 1000 هكتبها، وبعدين الصفر مع الاثنين بيديني صفر، وبعدين الستة مع الاثنين بتديني 12، وابتدي اجمع الاعداد بتاعتي اللي هي 20000 زائد 1000 زائد 240 زائد 12 تديني 21252، اكتبها له هنا في الصفحة دي. المسألة الثالثة الحقيقة ما فيش مكان، يعني حاول ان انت تحلها بنفس الاسلوب اللي احنا تعاملنا معاه، ما فيهاش حتى اي صعوبة ولا اي فكر جديد يعني. طب تعالى هنا برضو في 3 مسائل تعالى نحل بينهم 2 كده ونشوف ال 572 يعني 3 اعمدة رأسية. طب وال 98 اعمل صفين، وبالتالي هيبقى الجدول بتاعي بالشكل ده،
واخد هنا 500 وبعدين 70 وبعدين 2، وفي الرأس اخد 90 وبعدين 8، وابتدي اضرب بقى ال 90 في 500 ب 45000، ال 70 في 90 هتديني 6300، ال 70 في 8 هتديني 560، ال 2 في 90 هتديك 180، ال 2 في 8 هتديك 16. يعني مفيش فكر جديد فيها، بتجمع الاعداد بتاعتك بتطلع لك 56056. تمام كده؟ طيب تعال نشوف برضو المسألة التانية هنعملها ازاي. عندي 201، 200 وبعدين العمود اللي بعده صفر عشان العشرات هنا صفر، وبعدين الواحد، ودي 32 هتبقى هنا 30 وهنا 2، وتبدأ تضرب الضرب بتاعك زي ما انت شايف، وتطلع النتائج بتاعتك بعد ما تجمع اللي هي 6000 زائد 400 زائد 30 زائد 2، هتدي لك 6432. وهسيب لك المسألة الثالثة برضو فيها يعني بساطة ما فيهاش مشكلة، هتحاول تحلها عشان ايدك برضو تاخد على حل مساحة المستطيل، وعشان احنا نوفر وقت من الفيديو ما نطولهوش معانا. تعالى هنا بقى خد بالك من المسألة دي، دي عبارة عن اربع ارقام، وبالتالي لازم اعمل اربع اعمدة واعمل صفين عشان دي رقمين، دول اربع ارقام اللي هو الطول معايا، يعني هيبقى الاعمدة بتاعته عبارة عن اربع اعمدة هنعملهم بالشكل ده. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. وناخد هنا دي كام؟ دي 3000، ودي كام؟ 300. طب ودي كام؟ 50، وبعدين دي 2. طب اجل الرأس دي 10 ودي 7، اعمل 10 في 7 واضرب الضرب زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعدين اجمع النواتج بتاعتي تجيب لي 56984. المسألة نمرة 5 بتقول لي ايه؟ بيمشي علي في اليوم، كل يوم بيمشي 6 كيلومترات، يا ترى إذا مشي 187 يوم في السنة فكم كيلو متر مشيها؟ عشان نعرف كم كيلو متر هنضرب، لأن في تكرار للستة كيلومترات كل يوم بيمشيها، هي لا تتكرر، هتتكرر 187 مرة، لأن دي 187 يوم. وبالتالي نعمل، خدوا بالكم بقى، نعمل الجدول بتاعنا بتاع مساحة المستطيل ده عشان نجيبه، نعملها تلات أعمدة، تلاتة، ونعمل صف واحد بس لان دي 6، واخدين بالكم؟ يعني ما هيش رقمين، دي رقم واحد، وبالتالي هتتعمل بالشكل ده كده قدامي. ادي 100 وبعدين ادي 80 وبعدين ادي 7، دي ال 187، ودي 6، مجرد 6 بس هتتكتب بالشكل ده. واضرب بقى 6 ب 100 ب 600، 80 في 6 ب 480، 7 في 6 ب 42، اجمع دول هيدوني 1122 كيلو متر، ده اللي هيمشيه في ال 187 يوم. طب اذا عدل الفكره بتاعته وما مشيش، ده ركب سياره، والسياره دي كان بيمشي 60 كيلو كل يوم، عايزين نعرف نفس المده اللي هي 187 هيمشي فيها قد ايه. اوعى تقول لي الاول بص ال 187 تلات اعمده زي ما عملناها هنا، طب ال 60 دي، ال 60 ما تقوليش احط 6 وتحتها صفر، خد بالك دي تبقى خطا كبير جدا، ما تعمليش الصفر، ال 6 والصفر، لا ده دي 60، 60 يعني ايه؟ يعني ممكن تعملها عمود واحد، صف واحد بس، وده اريح لك انت، ممكن تعملها 10 في 6، صفين 10 و6، بس انا افضل انك تعملها صف واحد اسهل لك، وبالتالي هتبقى 60 كده. طب يا استاذ ينفع احط التانية صفر واعملها التانية صف تاني؟ ايوه، بس برضو هيجيب لك كله صفار، يعني ملوش لازمة يعني، فانت وفر الوقت وعلى طول 60% بتنزل التلات صفار اللي عندك، واحد في ستة في ستة يعني 6000، 80 في 60 بتنزل الصفرين وتضرب 6 في 8 ب 48، السبعة عندك بتضربها في 60، بتحط الصفر وتضرب 7 في 6 ب 42، تبتدي تجمع دول يدولك 11220 كيلو متر. طبعا واضح ان دي 10 اضعاف دي، ليه؟ لان هو في اليوم بيمشي 60 كيلو، كان هنا بيمشي 6 كيلو، وبالتالي العدد ده هو هو ال 137، لكن اللي حصل في التغيير بتاعه انه بدا يمشي 60 كيلو بدل ما كان بيمشي 6 كيلو، يعني بدا يمشي 10 اضعاف اللي كان بيمشيه، عشان كده ناتج الضرب طلع 10 اضعاف العدد ده، يعني كاننا خدنا ده
وضربناه في 10، المعنى واحد، ممكن اخد ده اللي هو الاجابه بتاعتي واضربها في 10. هنا احنا ما بنكتفكش في في الحلول، انت فكر وخد الفكر اللي انت عايز تشتغل بيه، احنا بنديك مجرد فكر ونماذج بس، لكن انت تعامل باللي انت درسته كله والمفاهيم اللي انت استفدت منها قبل كده كعالم رياضيات، مش احنا والدليل بيؤكد ووضعين المنهج بيؤكدوا على ان انت عالم رياضيات. تعال بقى نشوف ممكن نستخدم نموذج مساحة المستطيل بالتحليل. يعني ايه بالتحليل؟ تعال نشوف من خلال مسألة هنفهمها. بتزرع إيمان حديقة، إيمان عايزة توجد مساحة الحديقة عشان تعرف التربة الزراعية اللي هي هتحتاجها عشان تحطها الطمي يعني والحاجات دي قد ايه. طول الحديقة 46 متر وعرض الحديقة 24 متر. هتقول لي اعمل عمودين واعمل صفين، ينفع صح، لكن احنا المرة دي بنقول لك طب ايه رأيك في 46 دي، مش ممكن تحللها الى 20 و20 و6؟ ممكن اعمل. طب يا استاذ ممكن اعملها 30 و10 و6؟ ممكن تعملها زي ما انت عايز، ده انت ممكن تعملها 10 4 مرات وتعمل 6 مرة واحدة، او تعمل 6 مرتين 4 و2 مثلا، لكن احنا طبعا الافضل لك انت بس ان انت تتعامل ما بدل ما هي 46 بالشكل ده تخليها 20 20 6، وعندي العرض بتاعي 24 يبقى هنا 20 وهنا 4. هنا بيديك مطلق الحرية في ان انت تستخدم تحليل العدد وتستفيد به في سهولة المسألة عليك. يعني انت تقول لي طب ال 46 دي لما اجي اضربها في 24 مش هضربها في 20 وبعدين في 4؟ طب ممكن اضربها في 10 وبعدين 10 وبعدين 4، ينفع برضو، وتتجمع النواتج بتاعتك تطلع حي. يعني انت ممكن تعمل دي كمان 3 صفوف، صف 10 صف الثاني 10 الصف اللي بعده 4، ودي تبقى اسهل لك واسرع لك برضو. طب تعالى نتعامل مع ال 46 بس اللي احنا اللي وريها لك الكتاب ان انت تحللها ب 20 20 6، وال 24 زي ما هي 20 و4، وتبتدي تضرب. الضرب بتاعك هيطلع هنا 400 لان 2 في 2 ب 4 وفي الصفرين ينزلوا، ودي زيها، ودي 6 في 2 ب 12 وفي صفر تنزله، وبرده نفس الكلام مع ال 4، 20 4 مرات يدوني 80، 20 ثانيه 4 مرات يدوني 80، 6 4 مرات يدوني 24. تعالوا نجمع دول ونشوف ناتج الجمع طلع لي قد ايه. طلع لي 1104، لكن المسألة ان عايزة المساحة، وبالتالي دي مساحة، وهو بيتعامل مع الامتار، يبقى لازم نقول متر مربع. 1104 متر مربع، ونحطها له في الاجابة بتاعته بالشكل ده. تمام حبيبي. طب تعالى برضو نشوف هنا، انت بقى سيبك انا مع المسائل دي تفكر في التوزيعات بتاعتك زي ما يعجبك في الاسلوب بتاعها، سواء حللت دي او حللت دي. يعني ما تحللش الاعداد فقط باستخدام القيمة المكانية، بمعنى ايه؟ ما تحللهاش على انها 30 و6 بس، لا ممكن تحللها على انها 10 10 6، وممكن تحلل دي برضو وممكن تسيبها، بس هيبقى يعني كتير عليك شوية لما تحلل الاتنين، اكتفي بتحليل واحدة بس. انا هكتب لك النتائج وانت بقى فكر في التغيير بحسب اذهانك وحسب يعني تفكيرك وذهنك، وطلع النتائج واطمئن في الاخر ان اجابتك طلعت صح. اول مسألة هتطلع لي 2232، تاني مسألة هتطلع لي 893، تالت مسألة هتطلع لي 5049، رابع مسألة هتطلع لي 6590، اخر مسألة هتطلع لي 10788. جرب انت بقى مساحة المستطيل، بس الشرط انك تحلل عشان ما يبقاش الاعداد كبيرة عليك. 210 دي ممكن تعملها 100 و100 وبعدين 10 مثلا، هنا ديت ممكن تحللها الى 100 وبعدين 10 وبعدين 10 وبعدين 4، اللي هي دي تتعمل 4 أعمدة مثلا. ده فكر كده انا بقوله لك عشان اساعدك في التفكير بس، لكن مش في الحل بتاعنا. طب تعالى لجزئية فكر الرياضيات في مصر، هيكلمني على سلاسل جبال، سلاسل جبال البحر الاحمر. بيقول لي اقرا الفقرة مع معلمك وجاوب على السؤال. في الصحراء الشرقية سلسلة جبال بتوازي لساحل البحر الاحمر، ارتفاع الجبال دي
بين 1700 متر الى 2000 متر. عمر عنده شركة سياحة بينقل الزوار عبر جبال الصحراء الشرقية دي. عمر عنده 12 اتوبيس وكل اتوبيس بيشيل 25 راكب. يا ترى كم راكب يمكن لعمر ان هو ينقلهم كل يوم اذا كان كل اتوبيس هيكون فيه كامل العدد يعني 25؟ يعني ال 25 راكب هتتكرر 12 مرة مش كده ولا لا؟ وبالتالي عملية ضرب، استخدم بقى مساحة المستطيل، استخدم الضرب من خلال التحليل، من خلال القيمة المكانية اللي يعجبك. المهم ناتج الضرب بتاعي هيبقى 25 في 12 هتديني 300 راكب، ده عدد الركاب. ما تنسوش حبايبي اللي عايز فيديوهات مختصرة وسريعة هيلاقيها على قناتي معلم الرياضيات في الصورة اللي هتنزل في الاخر. هنا هتنزل لك صورة، هنا في الصورة اللي في النص لو ضغطت عليها تتفتح المفاهيم على قناة معلم الرياضيات، فيديوهات مختصرة سريعة لمفاهيم الدروس. دي قناة معلم الرياضيات، دي قناة للترمين من كجل تلت اعدادي، بالاضافة لقناة براعم مبدعة دي للترم الثاني. هتلاقي كل الروابط موجودة في علامة الاي اللي بتمر عليك كل شوية وفي صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، بالاضافة للصورة اللي هنا لو ضغطت عليها تتفتح معاك الدروس اللي احنا شغالين فيها دي بالترتيب، والصورة اللي هنا لو ضغطت عليها هتتفتح معاك دروس الكتب الخارجية ومراجعتها. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا مع اطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.